أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن نتائج البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الحكومية على خدمات الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت، والذي تم إطلاقه في فبراير من العام الماضي بهدف تدريب موظفي مؤسسات وهيئات القطاع الحكومي وشبه الحكومي المندرجة ضمن العقد المؤسسي المبرم بين حكومة مملكة البحرين وشركة مايكروسوفت الرائدة في مجال تكنولوجيا السحابة. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار. بداية لو تحدثنا عن هذا البرنامج التدريبي وأهدافه بعد مرور عام على إطلاقه، وتعلمون أيضا الجهات التي تنخرط ضمن هذا البرنامج التدريبي الحكومية وشبه الحكومية. نعم، في البداية طبعا نمسي عليكم وعلى أعزائنا المشاهدين ونشكركم على الاستضافة. بداية ودي أؤكد بس على أن أطلاق هذا البرنامج التدريبي يعكس التزامنا بتحقيق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، توجيهات السديدة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. طبعا توجيهاتهم في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، كما يجسد طبعا الاهتمام الذي تحظى به الهيئة من معالي الفريق أول ركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، واللي حقيقة يتابع كل الجهود اللي تقوم فيها الهيئة لتحقيق توجيهات الحكومة لزيادة الاستثمار في تقنية الحوسبة السحابية، ويؤكد دائما على تدريب الكفاءات الوطنية على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة. طبعا البرنامج يأتي ضمن السياسة التي أطلقت عام 2017، سياسة الحوسبة السحابية. أولا البرنامج طبعا أتى ليكون مكمل حق هذه السياسة، تم إطلاقه في فبراير 2022 وكان يهدف إلى تدريب الموظفين المنتسبين إلى 75 جهة حكومية وشبه حكومية، ولنفس ما تفضلت هي مندرجة ضمن العقد المؤسسي اللي وقعته حكومة مملكة البحرين وشركة مايكروسوفت. وطبعا شركة مايكروسوفت تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الناشئة. طبعا إطلاق البرنامج كان بهدف تطوير وتعزيز المهارات الوطنية، واللي احنا نهدف الهيئة من خلاله إلى إثراء الخبرات والقدرات عند الكوادر الوطنية لتتعامل بشكل سليم مع خدمات الحوسبة السحابية، واللي في النهاية طبعا يصب في مصلحة الوطن وتطلعات الحكومة الموقرة على صعيد زيادة الاستثمار في هذه التقنيات، واللي في النهاية أكيد بينعكس على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين، وبيعزز عملية التحول الرقمي في البلاد. نعم. ما يتعلق بالمخرجات دكتور التي تم الإعلان عنها في نهاية هذا البرنامج، هل انتهى هذا البرنامج بشكل كلي أم أنه على مراحل، وما عدد المستفيدين منه حتى الآن؟ نعم، طبعا وضعنا مع شركة مايكروسوفت خطة لهذا البرنامج التدريبي. الخطة طبعا على 3 سنوات، بدأنا فيها في 2022 وتهدف في نهاية 2024 لتدريب 600 موظف وموظفة. حتى الآن طبعا تم تدريب أكثر من 200 موظف حكومي خلال عام 2022، إن شاء الله مواصلين في الأعوام السابقة القادمة إن شاء الله أن ندرب بعد الفئات الباقية على خدمات الحوسبة السحابية ونسقل طبعا مهاراتهم ونطور هذه الكفاءات الوطنية عشان تتعامل مع التقنيات الحوسبة السحابية الحديثة. طبعا عمليات التدريب هذه تتم عن بعد عبر منصة مايكروسوفت تيمز، أساس بعد نسهل على الموظفين عملية المشاركة وندعمهم طبعا بطريقة ميسرة أساس نحقق الاستفادة للجميع. نعم. طبعا البرنامج كان له أثر إيجابي كبير، وإذا نبي نختصر يعني الأثر اللي حققه، فعلى الصعيد طبعا تطوير الأداء الحكومي البرنامج كان له تأثير بشكل ملحوظ على ترشيد النفقات وشجع كثيرا على الابتكار من خلال توظيف تقنيات الحوسبة السحابية الحديثة. كذلك طبعا عزز المرونة، فصارت طبعا الجهات الحكومية بإمكانها تتعامل مع التغيرات في بيئة العمل، وكلها في النهاية يصب في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أما على الصعيد الشخصي طبعا فأضاف البرنامج تطوير
لمهارات المشاركين، وطبعا من خلال اكسابهم الخبرات وانخراطهم في الورش التدريبية. كذلك قاعدين نشجع المشاركين أن يخوضون الامتحانات أساس يحصلون الشهادات الاحترافية. نعم. لأن الهدف الأسمى أن يكون الكادر الوطني هو الخيار الأفضل في سوق العمل. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.